ترسخت مكانة المرأة البحرينية كشريك فاعل في المجتمع منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي كفل للمرأة حقوقها السياسية كاملة. وقد نشر معهد البحرين للتنمية السياسية نتائج دراسة أجراها في كتاب المشاركة السياسية للمرأة البحرينية الذي يبين مدى ما حققته المرأة في ظل كفالة الدستور والقوانين لحقوقها المدنية والسياسية مع اشتماله على توصيات لتعزيز مشاركة المرأة.